صحتك في غذائك. استضافة أخصائية في التغذية لترقوا معها إلى الأبعاد الصحية للأغذية. بيكول بيهلتي على الحياة أفهم. عسلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا، وشكرا لكم ديما لاختياركم إذاعة الحياة فام في برنامجكم صحتك في غذائك. نحاول كل مرة نتطرق الموضوع يهم الصحة متاعكم ويهم كافة الشرايح العمرية، وتركيزنا اليوم باش يكون على كبار السن. ومع التقدم في العمر لاحظوا تغييرات في البدن وفقدان كتلة العضلات، كما يحتاج المسن لتناول سعرات حرارية أقل باش يمنع زيادة الوزن وإلا السمنة، على خاطر الوزن الزايد ينجم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وداء السكري من نوع الثاني. وهذا الكل أكثر باش نحكي فيه مع أخصائية التغذية مدام محبوبة الجواجي. عسلام مدام محبوبة. أهلا أروى، مرحبا بك ومرحبا بالمستمعي لإذاعة الحياة فام. ميرسي بيان على حضورك معنا في استوديو مدام محبوبة. كما كنا نحكي على كبار السن والتغذية الصحية متاحهم، وانت عندك تعريف آخر حسب منظمة الـOMS، تزيد تعرف لنا شنو معنى شنو هما كبار السن، كيفاش وقتاش ما يستحقوا انه التغذية متاحهم تكون صحية تكون مناسبة، وشنو التعريف الشامل متاع كبير في السن؟ ان شاء الله اليوم باذن الله من خلال الحصه نتاعك نحاولوا نرضيو اماتنا وجداتنا وخيالنا اللي وصلوا معناها لسن الشيخوخه، خاطر السن هذا يلزم فيه اعتناء معناها اكثر من اللي كان معناها نقولوا كهل. ديجا هو الجسم نتاعو محتاج لبرشا حاجات تو نطرقوا لهم من خلال الحصه نتاعك باش تكون البنيه نتاع الجسد نتاعو لاباس بيه، ويحاول ما يكون معناها معمل على روحه ما يتكلش على غيره باش يكون مرافق في حياته، معناها كيفيت له بروحه ينجم يقوم بشؤونه الخاصه لكل وحده. شنو الشيخوخه يا اروى؟ الشيخوخه الانسان معناها من خلال الخلايا نتاع الجسم نتاعو، كيف يكبر الانسان الخلايا باش تكبر. لكن هذا مش ما ينطبقش على الناس الكل، فما اللي يوصل عمره 80 و75 ويبدا لاباس عليه. احنا الشيخوخه نقولوا الصحه شنو هي الساعه؟ الصحه انت تعرفها تقول واحد ما هوش مريض ما هوش عاجز. بدنيا لاباس عليه، هذاش نقولوا معناها. بالنسبه للـOMS معناها منظمه الصحه العالميه تعرفها الصحه كونه الانسان يلزم يكون معناها في كامل، معناها مش محتاج لحتى حد، لا جسديا لا عقليا لا نفسيا، معناها قايم بشؤونه وحده. بخلاف معناها كونه ما المرض اللي حكينا عليه، هذه الصحه بالحق، صحه عقليه، صحه نفسيه، واجتماعيا يكون مرتاح معناها في الاندروا نتاعو. هذا التعريف نتاع منظمه الصحه العالميه. هذا تعريف منظمه الصحه العالميه للانسان معناها في السن ذاك، كي يبدا هو في الحاله هذه اللي عرفناها توا يتسمى لاباس عليه. كيفاش باش يوصل الانسان كونه من خلال الحصص اللي تعديت، ريت كونه الانسان في الطور نتاعو يتعدى برشا حاجات، اذا كان حافظ على السلوك الغذائي نتاعو اللي هو صغير. معناه محافظة على جسمه. انت خذ مثلا اللي نقولوا العروق الشرايين، مش كيما شرايين نتاع انسان في عمر 40 سنه 35 كيما باش يوصل يفوت 65 70، فما المرونه نتاع الشرايين، فما هذاك الكل هك الترسبات كيما يستحفظش معناها الواحد على روحه اللي باش تقعد في الجسم نتاعو ومن بعد باش يقاسيها هو فك السن هذاك. احنا نحاولوا باش على الاقل من خلال الحصه هذه نحاولوا نرشدوه باش يكونوا يعرفوا كيفاش على الاقل ياكلوا وباش يحافظوا على الصحه نتاعهم. مدام محبوبه، انت معناها قلت لنا من قبل يلزم معناها كيما نقولوا تزرع تلقى ما تحصد من بعد، طبيعة معناها حياتك كامله كيفاش انت قدمت لبدنك باش هو في كبرك معناها ينجم يقف معاك كيما نقولوا معناها بلغتنا العاميه. فما برشا حاجات مثلا في المجموعات الغذائيه لازم العابد يركز عليها حتى وهو في عمر صغير، ما يوصلش حتى للشيخوخه يقول تيان توا انا كبرت يلزمني فما نظام غذائي معين يلزم نتبعه. هكا ولا يعطيك الصحة. هي ديجا احنا نقولوا الانسان كيف قاعد يعيش خلال فترات حياته، مش كيما هنا مش نزيد ناكد على كلامك، حسبك انت كيما واحد في 70 سنة عنده مرض السكري كيما واحد ما عنده حتى مرض، فرق كبير. فرق كبير بالطبيعة. ديجا هو الانسان اليوم كيما قلت لك انت توا هاك جبت على المجموعات الغذائية والكل، باش نحاولوا على الأقل نحطوهم في الإطار اللي أنا هي الحاجات اللي تعاونهم باش يحافظوا على الأقل على سلامة وصحتهم في العمر هذاك. باهي من ضمن الحاجات راهو ما نقولوش انسان شيخ معناها باش يتحرم من حاجات، لا بالعكس، ومن خلال الحصه هذه نزيد ناكدوا كونه يبدا قادر يلزم يعمل الرياضه 30 دقيقه نتاعو نتاع المشي يلزم يعملها، وفما مجموعات غذائيه واغذيه هاو باش نتحدثوا عليها توا اللي تحاول تعاونه باش على الاقل يحافظ على الذاكره نتاعو وعلى، وفما راهو زاد لوندروا نتاع العائله بالطبيعه الاحاطه من العائله. فوالا كيف كبر وتقاعد اكل وحده واكل انسان وحده عنده تاثير كبير راهو على العبد الكبير.
ماذا بينا نحاولوا كيفاش من هنا مش نخاطبوا العائلة والإنسان بيدو اللي يوصل لعمر نتاع معناها نقولوا مسن. ده بالنسبة للعائلة، العائلة التوصية الوحيدة كونه نحاولوا باش الأبناء من ما يخليوش والديهم وحدهم، يحاولوا ديما يأطروهم، يكونوا يحسوا، خاطر كيما مش كيما إنسان جرب أنت عبد كبير حط له باش يتعشى وحده، كيما باش تدور بها ولادي. فما فرق كبير معناها حاولوا احنا نوصيوا الأبناء باش على الأقل يتلهوا بهم وديما لاهين بهم. باش نجيو بالنسبة للتغذية. التغذية نتاع الكبير الإنسان اش مش يصير على جسم الإنسان قبل أن نطرقوا للتغذية. باش يقع فما اللي يفقد سني، فما اللي مثلا حتى التدفق نتاع اللعاب باش الكبير يبلع، فما ما عادش لي جلوند ساليفير معناها يخدموا كيما قبل. حتى التذوق يقل يتبدل المطعم. باش يلقى صعوبة في البلع العبد الكبير كي يبدا ياكل. قلنا الأسنان مش يطرأ عليها إذا كان، ورغم هذا ديما الاستثناءات موجودة، فما اللي يقعد كامل الطابق معناها السني مع السنين نتاعه موجودين. ده قلنا بالنسبة للعائل مش يقع معناها كلي بالنسبة للمضغ السنين. إذا كان إحنا توفر للمسن معناها حاجات نجم تقولك اللي تبدأ طرية، اللي تبدأ نحاولوا نحطوا له روبا كومبلي فيه من جميع المجموعات، فيه الحاجات اللي تعطيه الأوميغا 3 اللي حكينا عليها برشا، خاطرها تحسن الذاكرة وتحميه من أمراض القلب والشرايين. نحاولوا البيدوز إذا كان بالنسبة زادة للجهاز العصبي نتاعه، وهذوما الكل كيفاش مش نقسموهم بالنسبة للأغذية. مش تحاول تعطيه، احنا قبل كيف في الثمانينات كيف قراونا يقول لك تنقص له من البروتين الزلاليات لبروتين، بالعكس لا، إذا كان هو كلاويه لاباس يلزم نعطيوه كمية البروتين نتاعه باش يحافظ، خاطر هو دخل في ضمور نتاع العضلات، باش على الأقل يحافظ على العضلات نتاعو لاباس ويكون يتحرك ويمشي لاباس. معناها لابورون بروتين لازم يكون موجود، لي سيل مينيرو لي فيتامين اللي مش تعطيهم الاسماك ومش تعطيهم الخضروات الطازجه والفواكه، هذوك ماذا بينا ديما موجودين. الكالسيوم زاد مهم. الكالسيوم بطبيعه بالنسبه للعظام، واحنا توا ديما نقولوا عندنا غلطه نقولوا لا الكالسيوم يعطيه الحليب ومشتقات الحليب، راهو التضحكه والسمسم فيه تقريبا 5 مرات اكثر من الحليب. معناها نحاول عبد كبير تنجم تعمل طريف دراعف يبدا فيها الجلجلان ولا السمسم هو الجلجلان. هو الجلجلان نحاولوا ديما نعطيوهم لابور هذايا على الاقل باش يحافظوا على البنيه نتاعهم. وهنا زاد ما ننساوش شرب الماء. شرب الماء مهم على الاخر. كونه اللي هو عطشان ماذا بيك انت ديما كي يبدا بحدا حد في الدار يذكره معناها على الاقل يعمر له حتى تليفون باش فك الوقت هذاك ينجم ياخذ الكاس نتاعو نتاع الماء، خاطر اون فوا احنا الكبير معرض للجفاف. صحيح هكا ولا صحيح. والماء انت هو اساس الحياه كما يقولوها، ما يخدم بتبع الجسم نتاعنا الا بالماء. الا بالماء هو اللي هنا من هنا بالحق مدام محبوبه نقدموا نصيحه للساده المستمعين في اي عمر، خاصه وقت الشتاء لنا العباد تولي ما تشربش برشا ماء، البريفيرونس ديما دبوس الماء بحذاك وتشرب منها وين انت موجود وين دبوس الماء، خاطر العطش يقل في الشتاء واليوم نشرب. حتى الصغيرات نتاعنا لازمنا نذكروهم بالماء. لازم الماء هو اساس عمل الجسم نتاعنا وباش يحمينا من برشا حاجات. اذا كان انت صغير كما قلت تذكروا كيما عبد الكبير زاد لازم نذكروه باش يشرب الماء. دونك هذايا المجموعات الغذائية اللي حكيت لنا عليها، قلت تأكد على شرب الماء، مجموعة الحبوب زاد حتى الحبوب مهمة على الأخر في المجموعة الغذائية نتاع المسن، عنا الأغذية الغنية بالبروتينات، الأغذية الغنية بالدهون، والأهم والمهم هما الألياف الغذائية اللي هي مش تساعد على الهضم وتساعد معناها تحمينا من الإمساك. فوالا هذا توا اللي مش نتطرق له من بعد، أنت هاك قدمته بالنسبة للعبد الكبير خاصة كي يبدا ما يقومش بالمشي. يعني الرياضة ما يتحركش برشا يبدا معرض للامساك ديما، مش يكون الكولون نتاعو الامعاء الغليظه تكون بخيله. معناها الامساك ديما وارد، احنا نحاولوا بالتغذيه نتاعو باش نحطوا فيها الالياف كما قلت انت الخضروات، وماذا بيك تكون متنوعه وملونه يا اروى، خاطر العبد الكبير ديجا كما قلنا وحده فما ساتيسفاكسيون تاع الماكله، كل الواحد كي يبدا ياكل معناها هكا وهو زاهي، مش كي يبدا كي ترى تحاول تحط له صحين تبدا فيه سفناريا وحدها مش تعمل مثلا مش نعملوا له سلطه مسموطه، نحاول انا نحطها السفناريا وحدها البطاطا وحدها يبداو قدامه يلقى وقتها معناها على الاقل يشرح كي راه الالوان باش ياكل. وهنا ما ننساوش زاده البيض،
راهي العظمه فيها اللي قلنا المره الاخرى فيها الماده اللي تحفز على الاقل الذاكره والتركيز. انت ديجا قلت المره الاخرى عطيت معلومه قلت راه مهمه كل يوم ناخذ عظمه حتى بالنسبه للانسان الكبير معناها ناخذ عظمه معناها كل يوم في الصباح نجمو ناخذوها. تذكر قلت لك كيفاش زاده نطيبوها يلزم ناخذوها دوبه لا مالت باش تطيب وقتها الكولين في وسطها تبدا موجوده معناها وتحفز له الذاكره. تحفز له الذاكره نتاعها. قبل كنا نقولوا العظم كوليسترول ونخافوا في العمل نجم كل انسان ياخذ يوميا كعب خاصة اللي معناها اللي يعمل تحليل ويطلع عنده ان بو هكا التريغليسيريد طالع يولي خاف يقول لا تنجم تولي لي من بعد ياخذ البيض يوميا ينجم ياخذ كل واحد بيضه خاصة الكبار هذوما في نطاق معناها تنويع الماكله نتاعهم نجموا نحطوا لهم في فطور الصباح والوجبات هنا فوتك ان شاء الله معناها مش نتطرق له ما نعملوش على ثلاثه وجبات كهوا للكبير خاطر انت تعرف ما عادش ياكل كيما هو في عمر اقل دونك نعملوا لهم الوجبات وجبات ودو كولاسيون لوم جات ثلاثه وجباتنا العاديه ولوم جديد لوم جا ما بين فطور الصباح ونص النهار ولوم جا بين الغداء نتاع نص النهار والعشاء ولوم جا شنو نحاولوا نحطوا له معناها كويسه حليب ولا كعبه ياغورت والا على الاقل هانو كي يبدا ما فطرش بالكدا تاكل لهم جهه هذيك باش ياخذ معناها خاطر معناها انت تقول وقت مثلا فطور الصباح ولا وقت نص النهار ولا في الليل مش ينجم يكمل مثلا البلان نتاعو ولا يكمل معناها يقعد ديما ناقص يحس صحيح بالشبع اما ريالمون ما خذاش معناها الكل الحاجات اللي تنجم تغذي له البدن نتاعو هذاك علاش انت تقول ماذا بينا ما بين كل وجبه ووجبه رئيسيه نعطيوه اللومجه حاجه يشرع عليه هو وحاجه يحبها نجم نعطيوه له اللومجه هذيك احنا ديجا باش نحطوه في الاطار التوازن اللي نحكيو عليه توا اذا كان ماكلاش متوازن واذا كان ماكلاش الكميه اللي احنا حاجتنا بها انت هو عنده معناها ضمور العضلات اللي حكينا عليهم ينجم يزيد يتعرض لك الاقل يولي فاشله اكثر ويولي وقتها يولي متطلب شكون اللي مشيت لها به احنا ماذا بينا يكون في كامل صحته ويقوم بشؤون وحده حتى لاخر عمر. واضح. والمنبهات لهنا كيما التاي والقهوه والتدخين هذوما معناها ديجا هذوما مضرين معناها اذا كان انسان معناها مسن هو قاعد يدخن نحاولوا الماكسيموم ان ننقصوا له من الدخان يحاول معناها الماكسيموم ينقص من التدخين حتى من شرب القهوه هكا ولا يعني المنبهات الكل التاي القهوه التدخين مشروبات غازيه اذا كان الانسان هو عبد كبير باش يقول لك نحسها تفرهدني الفواد قرع بالعكس هي ديجا باش تزيد معناها تعكر له الهضم نتاعو حاولوا كيفاش على الاقل وهذا علاش نرجع لك يا اروى نقول لك راهو اصلاح السلوك الغذائي منذ الصغر هذايا اللي تونس كارها تفكر فيه معناها ونوليو نقريو التغذيه لصغيراتنا في المدارس خاطر من فوات تصلح السلوك الغذائي ورجعنا للاكله الميديترانيان نتاعنا وقتها باذن الله يتصلح كل شيء. الاكله نتاع البحر الابيض المتوسط اللي هو الريجيم معناها بالحق بزيت الزيتون معناها بالكل المكملات فيه الحبوب الكامله في زيت الزيتون فيه الخضر في الطازجه في الفواكه الطازجه نحاولوا احنا معناها احنا ديجا عندنا ثروه بين يدينا في تونس عندنا زيت الزيتون ضيعناها بالحق ان شاء الله ان شاء الله نلحقوها مدام محبوبه ما نكونوش ضيعناها 100% ديجا ديما نداءك تقول يلزمنا ندخلوا ديما التربيه الغذائيه في المؤسسات التربويه والتعليميه نتاعنا علاش ما توليش ماتير بالحق اسمها التربيه الغذائيه باش هكا الصغير ملي هو صغير يستانس بحاجه وكي يكبر خاطر مش معقول عبد كبير تجي تقول له تيان توا مش نبدلوا لك السلوك الغذائي نتاعك بيان سور مش نلقاو صعوبه احنا معاه حتى هو بيدو يتقلق هكا ولا وهنا سلوغان نجمها ونقول لك معناها كول صحيح كي تكبر باذن الله ما تخممش باش تطيح ان شاء الله محلي السلوغان تاعك مدام محبوب شكرا ليك على حضورك وتميزك معنا بالحق كفيت ووفيت ان شاء الله شكرا لكم الساده المستمعين اللي كنتوا تتابعوا فينا ان شاء الله الفيديو تلقاوه بعد شويه على الباج اوفيسيال فيسبوك الحياه اف ام كنت معكم اروى غيث كوتي ميكرو احمد المخلوفي في الاخراج التقني صحتك في غذائك استضافة أخصائية في التغذية للترقوا معها إلى الأبعاد الصحية للأغذية بيكول بيهلتي على الحياة أفهم.